قدم ماني القادم من الميريا يسدد ماني قوية لكن كرة تفقد قوتها لأنها لمست أرض الملعب وتصل سهلة إلى حارس مرمى فيكتور فالديز. برشلونة أحسن، برشلونة بعد نزول ميسي إنيستا يعني بدأ يظهر شكل للفريق وبدأ يعود التجانس اللي يعني المعروف عنه في الأداء، بدأ يبقى فيه الانضباط اللي يعني هنشوفه في المرحلة القادمة لأن بدأت تظهر خطورة. شفنا كرة رأسية بيكي، شفنا تسديدة اللاعب تشافي، إنيستا أمامنا في هذه اللقطة. إنيستا خبرة طبعا إنيستا وخبرة ميسي مع برشلونة يعني طبعا تفوق بيدرو واللاعب جافرين. هنا اللاعب أبيدال، يلعب أبيدال الكرة العرضية، لسه بنقول إنيستا ولكن إبراهيموفيتش يكتفي بوضع قدمه ويسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 66 والهدف الثاني ليه هذا الموسم. أدي برشلونة احتفظ جوارديولا بميسي وإنيستا، أتى الوقت المناسب، تمريرة من ميسي إلى أبيدال الكرة العرضية، وشوف إبراهيموفيتش في لمسة، لمسة السحر، إبرا كدابرا، أدي أمامنا ميسي، أدي ميسي أبيدال على طول يعني يعطي دفع، لمسة فنان، لمسة فنان، لمسة فنان، لا يضعها إلا لاعب موهوب. في لاعب ممكن بقى يحط وجه قدمه وتعلو العارضة أو يسدد، هو حطها إيه بعقل وبإيه يعني ساحر، ساحر هو إبرا كدابرا، ساحر إبرا كدابرا، ساحر. هيطلع في هذه اللحظة، هيطلع بيجول وهينزل مكانه داني ألفيس أمامنا في هذه اللقطة، في يعني لحظات بقى فيها برشلونة متفوق. أمامنا استخلاص للكرة مرة تانية، ميسي نعتذر لقطاع الصورة من المصدر وعودة الصورة عن طريق اللاعب داني أمامنا يتقدم اهو داني ألفيس. صعوبة في اللعب مع البرازيل في ظل وجود النجم مايكل. هنا كرة اللاعب إبراهيموفيتش، إبراهيموفيتش يلعبها حلوة 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 حلوة، أدي أمامنا الساحر إبراهيموفيتش وأدي أمامنا الفنان الموهوب، وهدف جميل جميل جميل، هدف جميل الإبداع الكتالوني في لوحة خاصة من الإبداع يأتي بها السويدي إبراهيموفيتش، اتعملت حلوة من داني ألفيس اللي دخل بديلا لبوجول في مكانه بقى المناسب، يلعب عرضية حلوة. شوف إبراهيموفيتش التحكم في الكورة والاستلام، أدي أمامنا المهارة، شوف المهارة، شوف الاستلام وشوف الرؤية وشوف التحرك، يا سلام يا ميسي، يا سلام يا ميسي، ميسي حطها حلوة جدا. لكن إبراهيموفيتش أمامنا هو لمساته وبصماته، كما قال جئت لتحقيق الألقاب وليس لأكون بديلا لإيتو، أمامنا يلعب دور مهم جدا.